السلام عليكم اخواني، شلونكم؟ شو اخباركم؟ هذا اليوم العشق لا ينتهي. بعد روح ابو يونس على راسي. الله يسلمك عباس اخونا علي، شكرا على حسن الضيافه ابو يونس. الله يسلمك، ان شاء الله نلتقيكم سنة 23 ان شاء الله. ان شاء الله بصحه وسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. وهذا اخونا الغالي ابو مصطفى، تحياتي لك ابو محمد. الله يسلمك، الله يعودها عليكم ان شاء الله. رحم الله والديكم، الله يسلمكم. والله يدوم العشق هذا ان شاء الله، وهاللمه هاي الطيبه الله يديمكم ان شاء الله. الله يسلمك اخواني الغاليين، كل عام ان شاء الله، الله يعود عليكم بصحه وسلامه ان شاء الله. الله يسلمك، الله يسلمك ابو جراء، ابو مجروح حبيبي، الله يحفظك. تحياتي لك، الله يسلمك، جهودك الطيبه. الله يسلمك، رحم الله والديك وجزاك الله خير. وهاي اليوم جمعتنا بواحد واحد 2022، هذا العشق اخواني والله. هذا العشق لا ينتهي، ونقصنا بس انتم المتابعين، لو انتم ويانا كان 100% بالجروب. العشق لا ينتهي، هذا تجمعنا، هذا الوانيتات، وحياكم الله واشكركم على حسن المتابعه اخواني. وتاج راسي من البصره لحد ما نوصل الشمال العراق زاخو، على راسي الكل والجميع. حياكم الله وجزاكم الله خير. لا يظل واحد واقف، تغدوا كلكم.